الأجواء مثيرة أيها السيدات والسادة، والإنتر اللي قدم مباراة كبيرة جدا في الشوط الأول من المباراة وكان بالإمكان خطير. أوه 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 الله الله يا شنايدر، كان ممكن يكون هدف الموسم. إيه والله كان ممكن يكون هدف الموسم وربما كل المواسم الماضية، لكن ماركو أميليا يتصدى بالفعل بتعلق اللافت في الكرة الماضية. هذه لعبة موجودة وجميلة، والوضع الطبيعي أن فريق نادي الإنتر لن يرضى بالخسارة. لاحظ الكرة الماضية وفي أجواء دخانية واضحة في الكرة الماضية، لكن حارس المرمى ماركو أميليا يتراجع